ده ايه؟ باوربوينت. ماشي، تعالى على جنب، متخافش مش هعضك. بص، ده باوربوينت ممكن نعمل فيه كذا شريحة. يعني ايه شريحة؟ يعني سلايد زي دي، وكل واحدة هنحط فيها صورة. معاوز بقى ممكن يكتب هنا مثلا اسمه معايز، ويجي هنا يحط ايه الصورة بتاعته، اهي دي علامة الصورة. ماشي، اهي نحط بقى صورة ايه، لو لنا صورة لمعاز نحطها. مفيش ولا صورة لمعاز؟ لا، في عندنا صور كتيرة. لو معاز اهو، حط دي مثلا. ماشي، وهنا برضو هنحط صورة تانية لمعاز. طيب بص، شايف المقبض ده؟ هنمده كده. ماشي، طيب تعالى بقى نتفرج عليها. هدوس F5 وراح دايس مسطرة عشان نروح اللي بعديها، مسطرة عشان نروح اللي بعديها، مسطرة عشان نروح اللي بعديها. طيب ممكن نعمل حاجة اسمها ايه؟ شايف دي؟ اسمها ترانزيشن. يعني ايه ترانزيشن؟ يعني بننقل من حتة، من شريحة للتانية بالشكل ده. دي مثلا نخليها كده، ودي هنخليها كده. ماشي، طيب الصورة دي ممكن نخليها لما تيجي تدخل الصورة نفسها انيميشن، يعني ترانزيشن دي للشريحة، انيميشن للصورة. نخليها تعمل حاجة بالشكل دوت او كده، ودي برضو نخليها تعمل كده زوم. طيب ندوس F5. ماشي، طيب انا عايز بقى احط شويه كلام شكله حلو. انسرت. انا كنت وجعك؟ لا. طيب بص، من انسرت بلاقي ان انا ممكن احط صوره او ممكن احط شيب. شايف كل الاشكال دي؟ تقدر تختار شكل زي ده كده وتروح حطه هنا كده، او وتغير اللون بتاعه. بص، بتغير اللون بتاعه، او من انسرت ممكن نقول له احنا عايزين نحط مثلا حاجه 3 دي، يجيب لنا بقى اشكال 3 دي نحطها بقى ايه هنا. انا هطبع لك شويه حاجات كده ميزو 3 دي مش اهي افاتار. وعندنا هنا سمارت ارت، هنحط شويه حاجات حلوه. طب عايزين نحط بقى نص مثلا اهو. بص ده، دوس هنا. اه كده 3D. طيب الغي 3D اهو. تعالى بقى نخش على قناة انسيرت. انسيرت ونروح قايل له تكست بوكس. تكست بوكس يعني نقدر نكتب كلمة هنا. نروح كاتبين مثلا ايه؟ معاذ وبابا. بس الكلام ممكن نعمل عليه سيلكت كده، نروح دايسين مرتين بسرعة، ونروح مغيرين اللون مثلا نخليه أبيض، ونقدر نكبر الكلام كده. أعمل عليه سيلكت. 18 ده الكتابة، خليها مثلا إيه 44 كده. سهلة؟ تاخد تجرب؟ ماشي. امسك. كل دي اشكال جاهزة، هتلاقي فيها كل حاجة انت عايزها، بس خلينا نبدأ حاجة فاضية خالص. ابدأ.
على اللي قبليها على طول من غير ما ندوس اي حاجه خالص. واصبر يا فيس. طيب خليها كده، ندوس الخمسه. ما هو بس انت ضغطت على لا، ما هو دي اول ناس لسه بقى دول، بس دول اشتغلوا من غير ما ندوس على المسطره خالص. طيب خليها بشويه بريفيس افتر بريفيس، يعني لما هو يخلص يروح شغال لما افتر يخلص بريفيس. ده يشتغل. اه دوت هنخليها ايه. طيب دوس بقى كده في خمسة. الواحدة اهو. لكن ده بقى هو الواحد داخل على الاسم. شفت بقى الحاجات سهلة ازاي؟ طب استنى استنى، ايوه دوس بقى مسطرة، دوس مسطرة تانية يا معايز. الواحد الصغير اختفى وهذا ظهر.